هذه هي مملكة الديناصورات الخرافية، وها هو أولولو يختار جنده لهجوم جديد. أي نوع من الديناصورات يا ترى تم اختياره للمناورة والهجوم هذه المرة؟ إياك وأن تفشل! إياك! إياك! إياك هذه المرة! كيف يا ترى سيخطط الديناصور لهجومه القادم؟ لنذهب في جولة على الأقدام. هيا يا قطتي الحبيبة، لا تذهبي إلى مكان خطر، هل فهمتي؟ نعم يا ماما. فتاة عنيفة! حقا! رحماك يا رب! زلزال غير طبيعي! أرجو أن لا يتكرر! لقد هدأ قليلا! نعم يا والدتي، لقد خفت! كوني حذرة! تحطيم السد، والفرقة الصاروخية الموحدة مجتمعة الآن للتشاور في أمر محاربة الديناصورات أينما ظهرت. الجيش الديناصوري أرسل لنا 3 ديناصورات، واحدا تلو الآخر، أقوى وأعنف من تلك الديناصورات التي كانت سابقا. من أجل ذلك طورنا سلاحا جديدا سيكون أكثر فاعلية من سابقيه. أطلقنا عليه G707، وهو سلاح فتاك، سيشرح همام طريقة استخدامه. إنه سلاح كيماوي خطر جدا ويهاجم الجهاز العصبي. يجب أن نكون حذرين عند استعماله. أولا، المسافة 500 متر. ثانيا، يرمى بواسطة بالون. ثالثا، مغادرة المكان فورا. ديناصور ظهر في منطقة السد الأخضر، يرجى التوجه إلى هناك فورا. كن عاقلا. الكرسي المتحرك، هيا!
في المكان المطلوب. الديناصور يقترب من مكان السد. الديناصور يتجه إلى السد. الرجال وعائلاتهم لحد الآن بخير. هرب البعض منهم باتجاه الجبال. نعم، سوف نهبط على الضفاف قريبا. سنهبط قريبا. هل من الممكن استعمال السلاح الجديد هنا؟ قل لي. السلاح الجديد فتاك ويؤثر على الجميع، لذا علينا أن نتأكد بأن الجميع قد غادر المكان. حسنا، دعنا نذهب إلى هناك. أمر أمر. جديدة وقوية. توقفوا، ابنتي هناك عند السد. ماذا؟ انها عند السد. ماذا؟ القوة الصاروخية. وصلني خبر مفاده وجود طفل على السد. ماذا؟ المركبة الثانية. اوقفوا الهجوم. نتوقف. يبدو ان طفلة ما زالت هناك. امرك. لنهبط على السد ونوقفها. لا نستطيع التوجه الى السد ابدا. حاضر، سأحاول. لميس، أطلق النار. أمرك سيدي. رائع، ها هو قادم نحونا. ظننته متجها إلينا. دعنا نخدر الديناصور. الحراس صبر. ماذا؟
ماذا نفعل؟ ستغرق القرية بالمياه المنحدرة. القوة الصاروخية، هجموه، أطلقوا عليه السلاح الجديد. وزينة ابرتي. أنت تعلمين إذا فجر السد فإن آلاف الناس ستغرق بالمياه. ماذا سيكون مصيرها؟ ألا يهمك مصيرها؟ ألا يهمك ابنتي؟ اهدئي اهدئي. يعني ذلك موتها؟ أرجو القوة الصاروخية ساعدوني. أها القوة الصاروخية، هاجموه هاجموه. وزينة المسكينة. كمال ماذا سنفعل؟ سيهدم السد؟ أدعني استعمال السلاح الجديد؟ أتريدني أن أقتل الطفلة البريئة؟ لم أقل هذا ولم أطلب منك استعمال السلاح، أردت فقط. خسرت، لن يكون ذلك على حساب زينة. لا وقت للجدل الآن، انظر كاد يهدم السد. لا فرق بين الفرد والمجموعة، أتفهم؟ لا وقت للمناقشة، لم يعد يهمني شيء، هاجموا الديناصور، هاجموا الديناصور. لم يبقى أمامنا وقت طويل. بالطبع كلا، ولكن في الوقت نفسه أريد إنقاذ زينة. كمال، عندي خطة. ماذا يا لمي؟ بينما أنت تهاجم الديناصور، سأحاول أنا الهبوط بالسلة على السد، وذلك بواسطة المدرعة سنين. أنت رجل شجاع. بالعلم والمعرفة يمكن تحقيق كل شيء. عمل رائع يا همام. شكرا. انهض يا جبان، هاجمهم، انهض انهض. لم يستطع السلاح الجديد تحطيم جهازه العصبي. لميس تعالي فورا. حالا. هل تعتقدين بأن اتحادنا غير ممكن من جراء إصابتك؟ لنحاول وإلا سينهدم السد. من الصعب إزحامهم إذا كان أحدهما مصابا، ولكن ومن أجل إنقاذ السد يجب أن يلتحم كمال ولميس ليكونا قوة ضاربة. الاتحاد قوة بالاتحاد قوة.
تستطيع أن تهاجم لمدة 3 دقائق و30 ثانية لا غير، وإذا أخطأوا في دحر العدو أثناء ذلك فإن حياتهم ستكون في خطر ويموتون. أعماقي أيها الأبطال، أشكركم لإنقاذكم ابنتي. هذا واجبنا ونحن في خدمتكم. طبعا واجبنا، سنحول جميع الديناصورات إلى أنقاذ. دينا، القطة كانت ضحية تحويل الديناصور لها إلى قطة شريرة، ولكنها الآن وديعة. اعتني بها وعامليها بحنان.